فرحتيني كثير بهالخبريه، ليكي انت اخذتي موقف كبير بحقي. انا بستحق هذا الشيء؟ لا، وانا فرحت كثير بالمطعم وارتحت كثير لانه اخذناه. اللي في شيء اخبار من مروى؟ في اي تطور بخص نهار؟ لا لا ابدا، لسه ما حكيت معه، بس يعني ان شاء الله يكون في شيء خبر منيح. انا رح امرق المساء على المطعم. ماشي حبيبتي. استنى، لا تجي لاي مكان قبل ما تخلص من القصه تبعك. ليك اوعك تطلع لبرا، خليك عندك هالفتره. خلص لا تشغلي بالك. ليكي انتبهي على صحتك، اساسا انا حكيت مع عزيزه ونبهتها. اوعك ترفعي شيء تقيل او هيك شيء، لا تخليني اقلق عليكي. طيب انت طمن بالك وخبرني اذا عرفت اي شيء. ماشي ماشي، مع السلامه. تعرفي انا شو رايي؟ برايي انه نعمل عجه بالجبنه وناكلها وتكون هيك غرانه بالزيت، يعني مشان روح ابوكي الله يرحمه. شو رايك؟ ليش لا، هالفكره كثير منيحه. معك حق، المرحوم بابا كان كثير يحب هاي الاكلات وخصوصا الجبنه. طبعا انا بعرف هذا الشيء ولهيك عم اقول لك اياها. وهي عزيزه بتعملها كثير طيبه. عزيزه عزيزتي، عزيزه ممكن اعزبك وتعملي لنا عجه بالجبنه وتكتري لها زيت مشان روحوا للمرحوم البابا؟ طيب انتو اشتروا اللوازم وانا بعمل يلي بدكن اياه. عزيزة، انا كنت عم بحكي مع الموزعين ينزلونا مواد وكلياتهم بدهم دفعة اولى لحتى يقبلوا، فشو رح نعمل؟ هذا شرط يعني. يعني بلكي الست نجيبة بتكمل، معروفة معنا وبتعطينا الدفعة الاولى لحتى. عزيزة شو عم تقولي؟ لا بس أنا مشان الست نجيبة، يعني الله يرحم أبوكي، مشان ما يطلع من قبره مرة تانية ويجي لعندك ويقلك. لكي ست نجيبة، أنتي إنسانة كتير طيبة فعلا وعملتي كل اللي بتقدري عليه كرمال أبوكي، لا تواخذي على كلامها. بس يعني إذا أنتي كنتي بتقدري تساعدينا كمان شوي بموضوع الدفعة الأولى مشان نقدر نمشي المطعم، فشو رأيك ست نجيبة؟ تقدري تساعدينا؟ ترضايتي؟ ايه مو مشكلة، لكن خليني اعطيكم شوية مصاري من عندي. عجب؟ انت رح انت لو بترضي تعطيني المبلغ اللي طلبته منك فبكون يعني قادر اني خليهم يبنوا تمثال كبير كتير لابوكي بالحاره يعني. طيب فكري بك، بس المبلغ ما انه كبير شوي مشان التمثال. شكرا لك يا عيب الشوم عليكي، بس يعني بدك ابوكي يطلع لك بالاحلام ويبهدلك مره تانية؟ ديري بالك. بابا شو يا روحي؟ يلا انت خلصت اكل واكيد في عندك اشغال. لا نحن قاعدين عم نحكي بشغل ومروقين كمان، مو هيك؟ شو رايك احكي معك برواق انا كمان؟ تذكرت انا بدي روح عندي شغل مهم، بس بنتي ممكن تعطيني شيء قبل ما اروح؟ اي شيء. انت فهمتي شو بالاول بدي بنتي الغاليه؟ بوسي. يلا عن اذنك ست نجيبه، رح وصل بابا على الباب. يلا بسيطة أنا فرجيكي. عزيزة انتبهي على المحل. لوين رايحة؟ أنا رايحة لدبر آلة الكاشير. ماشي، وحكيت مع هيلين مشان موضوع الفطاير بالجامعة عندهم، ما بتأخر. طيب حبيبتي بس لا تتعبي حالك كتير. تمام. خاطرك موفقة. تعرفي من حسن حظك إنك صادفتي ناس مثلنا ست نجيبة. أنا ما عم بمدح بحالنا بس نحن عن جد كتير طيبين. نشكر الله. شكرا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.